خلينا نشوف حارس المرمى هنا وقع. هو انا النهارده يا كابتن وليد بعد اذنك لما حارس المرمى وقع لوحده، انا بتكلم لحضرتك في الحالات الاداريه يا كابتن احمد وليس الفنيه، هنا سقوط حارس المرمى محدش جه جنبه خالص، انا الافضل كحكم ادي الانذار لمين؟ السؤال ادي الانذار لحارس المرمى طب. ولا اسيب حارس المرمى واروح لسعفان الصغير ادي الانذار؟ لا ادي الحارس الاول يا كابتن. لا هنا ما حصلش كابتن على فكره محمود جاد، ده حصل كابتن بتحصل في اوروبا كابتن اللي بيعمل كده بيديله انذار. تعالى تعالى خلينا نشوف الاول، خلينا نمشي، هو ادى الانذار لمين؟ ماشي ادى لسعفان، لسعفان عشان دخوله ميدان اللعب. أي. كابتن الافضل انا النهارده لاعب يعطل وقت ما حدش جه جنبه، انا بتكلم دي ناحيه اداريه، ما زلت اتكلم على النواحي الاداريه. على فكره يا كابتن بالنسبه للناحيه ديت معلش فضل. محمود جاد لما وقع بيسالوه بعد المباراه في لقاء يعني. بص يا كابتن هنا محمود جاد ما احترم محمود جاد حارس مرمى من حقه يعمل كده كابتن. بس هو اي حارس هو هنا الحكم هنا فين دوره؟ كابتن هو قال ايه؟ قال ايه؟ عارف قال ايه؟ قال الكابتن حسام قال لي اقع عشان عايزين نغير. لا تاني كده كابتن. محمود جاد قال كده. قال كده؟ قال الكابتن حسام قال لي اقع عشان عايزين نغير. طب خلاص يعني انا دي 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 رساله للحكم بقى. انا هنا محمود جاد هات لي محمود جاد بعد اذنك تاني، النهارده هو محور الاداء بتاعنا محمود جاد، هات محمود جاد وهو واقف. كابتن بعد اذنك هات لي محمود جاد وهو واقف قبل ما يقع. ماشي. هنا مفيش مشكله خالص يا كابتن. ده دليل على الكلام يا كابتن الايمن اللي بتقوله، اكيد خدت تعليمات انك انت تقع. ايوه. خلي بالك اللي لعب كوره يعرف يعني ايه كوره ثابته. حارس بيقع صح. بتعطل اللعب، بتخرج الكل عن التركيز تمام ومن حقه. أي. ولكن انا من حقي حكم بقى، انا اديت 6 دقائق وقت ضايع سقط فيهم محمود جاد، عقبال ما انا رحت له سبت اللعب ورحت له ورحت رايح لهنا لسعفان انذار، ثم حصل تغييرين يا كابتن عادل. النهارده انا النهارده لما اللعيبه بتعترض على الوقت، عارف المشكله في ايه يا كابتن اسامه؟ توقيت نهايه الماتش. البعض يقول لي يا كابتن ناصر بتتكلم في ايه؟ ده 90 دقيقة والاهلي مضيع. يا سيدي انا والله ما ليا علاقة بالكلام ده. الاهلي النادي الاهلي ضيع، النادي المصري ضيع، انا بتكلم على إدارة مباراة وبتكلم على تطوير أداء تحكيم. اللعبة الأخيرة هتهالي كده اللي هي الهجمة اللي ما زال كان 6 دقايق وقت ضايع. هنا يا كابتن صب. أنا هنا حتى ما لعبتش حتى الوقت اللي هو ضاع في الوقت اللي هو 6 دقايق يا كابتن عادل. وهنا انت وصلت اللعيبه بعد اذنك ان اللعيبه راحت عليك تعترض. هي من وجهه نظر اللعيبه النهارده حتى لو عندي نص دقيقه يا كابتن بلال عندي امل. حقي. حقك. خاصه ان حارس وقع، خاصه انك انت رحت اديت انذار لسعفان، خاصه ان في تغييرين، انا عندي امل. والله مش للنادي الاهلي. انما توقيت انتهاء المباراه كمان يا وليد ما كانش توقيت يعني حتى لو انت نهيت تقبل بقى اللي جاي لك، يبقى انت تكون هادي كابتن اسامه. تتوقع ان اللي هيجي لك هيعترض على الوقت، بلاش بقى الصفره في الصفره في الصفره بتعمل مشكله. هنتكلم لحد دلوقتي في الناحيه الاداريه يا كابتن ايمن.